خليت نحل غرقانة بالتشوكلت. شوفوا المنظر كيف ما شاء الله. اهم شيء انه العجينة يا جماعة عبارة عن قطنة. لازم تشوفوا الفيديو للنهاية. غرقانة بالتشوكلت، شوفوا المنظر، شوفوا كيف انهيار التشوكلت، حاجة حقيقة. وقد ايش قطنية، شوفوا التشوكلت. انا غرقت في التشوكلت يا جماعة، غرقت حرفيا من ألذ الوصفات. خليت النحل بالتشوكلت، لازم تجربوها يا جماعة، شيء إدمان. قطنة يا جماعة، ريحتها يا جماعة تشوكلت. عجينة اتخمرت، شايفين كيف؟ يا أهلا وسهلا فيكم بقناتي، معاكم وجدان محمد. إذا أول مرة تشوفوا قناتي أو فيديوهاتي، لا تنسوا تسووا اشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان كل فيديو جديد يوصلكم. وإذا عجبكم هذا المقطع لا تنسوا تسووا لي لايك. ولو عندكم أسئلة أو اقتراحات أو قولوا لي رأيكم بشكل عام عن الفيديو تحت في الكومنت. أول شيء ححط خميرة فورية سريعة. ممكن تستبدلوا الخميرة الفورية السريعة بخميرة عادية، تحطوا معاه شوية موية دافية وتخلوه تتخمر، بعدين نضيفها، تمام؟ حضيف سكر 3 ملاعق كبيرة، وحضيف 2 كوب موية دافية، لازم تكون دافية يعني مو مرة حارة ولا مرة باردة، لو كانت مرة حارة حتفسد العجينة أو الخميرة معاكم، تمام؟ حخلطهم مع بعض إلين ما تدوب الخميرة والسكر ويتجانسوا مع بعض، بعدين حنضيف 2 كوب دقيق، بس 2 كوب دقيق، تمام؟ بعد ما اضفت الدقيق حقلبها زي كذا، تمام، بهذه الطريقه. وخلاص الخميره داوبت كويس مره مع الدقيق والمويه والسكر. حنغطيها لمده 10 دقائق الين ما تطلع فقاقيع زي كذا، شايفين كيف؟ دحين خلاص حضيف 3 اكواب دقيق تانية. طبعا الدقيق اللي حنستخدمه دقيق متعدد الاستخدامات. حضيف رشة ملح وزيت زيتون، زيت الزيتون هو اللي حيعطي العجينة طراوة، حلو؟ وبس حعجنها. أول شي حعجنها زي كذا بالملعقة، بعدين بعد ما عجنتها كويس حروح أعجنها بيدي، وحنغطيها لمدة تقريبا نص ساعة أو ساعة في مكان دافي. أنا سويت طريقة العجينة بالطريقة العادية اللي هي سادة، حلو؟ لو تحبوا تسووا كاكاو حنضيف اخر شيء كاكاو، حزود نقطة حليب ونعجنها، او ممكن تحطوا الكاكاو وقت ما نحط الدقيق مع زيت الزيتون ورشة الملح. بعد ما اضفت الكاكاو مرة مهم انكم تعجنوها كويس، اقل شيء لازم تعجنوا العجينة 10 دقائق، حلو؟ بعد ما عجنتها خلاص ححط، شوفوا كيف قوامها مرة ممتاز، كيف مرة قطنية. حدهن شوية الصحن زيت زيتون او زيت نباتي، وبعدين نحط العجينة ونغطيها بالنايلون أو بمتشفى، بس نايلون أفضل عشان ما تلصق فيه، وتخلوها تتخمر. أول شي دحين بعد ما سوينا العجينة حخليها تتخمر لمدة ساعة في مكان دافي. ممكن تستخدموها على طول، ما يحتاج تخمروها، وممكن لو حابين نتيجة أفضل وتكون قطنية مرة أنكم تخمروها أقل شيء نص ساعة أو ساعة، بما أنه الجو حار دحين خلاص كفاية أنكم تخلوها بس نص ساعة في مكان دافي. طيب الشيء الثاني، لما أضفت الكاكاو البودرة على العجينة بإمكانكم أنكم تضيفوه وقت لما أضفت الدقيق المرة الثانية اللي هو 3 أكواب مع الملح وزيت الزيتون، أو تسوي العجينة بشكل عام لو تبغوا تسووا يعني نوعين، سادة وبالتشوكلت، نفس الخطوات اللي سويتها، بس آخر شيء نحط الكاكاو ونزود شوية حليب ونعجنها إلين ما يتجانس الكاكاو مع العجينة. جبن كريمي حقطعه مربعات مرة صغيرة. ليش مربعات صغيرة؟ عشان احنا اصلا مفروض نسوي الكرات حقت خلية النحل صغيرة، تمام؟ قطعها مربعات صغيرة عشان نسوي كور صغيرة ونقدر نحشيها كل مربع في حبة خلية نحل. الحشوة تقدروا تحشوها بنوعين، جبن كريمي او تحطوا تشوكلت حسب انتوا رغبتكم. التشوكلت اللي حنستخدمه ممكن نستخدم القطع او التشوكلت السايل حسب ايش المتوفر عندكم وايش اللي تفضلوه. والشوكولات اللي هو بيجيبه قطع، اي نوع متوفر عندكم، عشان لا تسالوني ايش النوع ايش النوع، اي نوع متوفر عندكم. نفس الشيء الجبن الكريمي، اي نوع متوفر عندكم. متحمسه بشكل مو طبيعي، شوف كيف وريحتها يا جماعه، شوكليت
شكل العجينة كذا بعد ما تخمرت وريحتها كذا كاكاو. عجينة تخمرت، شايفين كيف؟ مرة صراحة منظرها مش هي. المهم بعد ما تخمرت خلاص، أول شيء حنبدأ نخرج الهواء منها، تمام؟ زي كذا بهذه الطريقة. وبعدين حنبدأ نعجنها شويتين كذا بس على تحت، يعني بعد ما خرجتوا الهواء تتنوها على تحت، حلو؟ وبعدين خلاص حكورها زي كذا، وحقوم أقطعها 4 أجزاء، حلو؟ وجزئين حشتغل فيهم، جزئين حنحطهم على جنب ونغطيهم، لازم تغطوهم عشان ما ينشفوا. اللي حشتغل فيه حقطعه قطع، تمام؟ بعدين اكورها زي كذا ونخليها على جنب، حلو؟ نبدأ ناخد اول واحدة سويناها عشان تكون خمرت شويتين، نحط فيها الجبنة الكريمية وبس، نقفلها زي كذا ونكورها تاني وخلاص. حبدأ أحط تشوكلت، تحطوا جبن كريمي، الحشوة اللي تعجبكم. حكسر التشوكلت، تمام؟ وبعدين حكسره قطع صغيرة مربعات. كنت أقدر إني أقطعه بسرعة كذا ويطلع زي المجروش، أنا ما أبغى زي كذا، أنا أبغى قطع صغيرة مربعات مرتبة بحيث إن نقدر خلية النحل تطلع معنا دائرية، نحطهم فوق بعض تطلع دائرية مرتبة نفس حجم حقة الجبنة الكريمي. هاخد كورة من العجينة وأفردها زي كذا، تمام؟ بعدين هحط الشوكليت وبس، حنقفلها ونكورها، سهلة وبسيطة يعني. وخلاص حنحطهم على جنب ونغطيهم ونكمل إلين ما نخلص الصحن كله. بعد ما خلاص حطيتها في الصحن، طبعا الكمية حتسوي لكم تقريبا زي هذا الصحن 2، هنغطيها لمدة 15 دقيقة تتخمر شويتين. الحشوة زي ما قلت لكم حطيت نوعين، جبن كريمي هنا وهنا الشوكليت، يعني نص الصينية جبن كريمي ونصها الشوكليت، وبعدين ندخلها الفرن. أهم شيء إنه نخلي الفرن يكون شغال، تمام؟ قبل ما ندخل خلية النحل، ونخلي الحرارة على 180، نحطها في الرف الوسط وكده حتكون جاهزة. ممكن تحطوا شيرة أو حليب مكثف أو الشوكليت حسب رغبتكم. طبعا الشيرة أو الشوكليت أو الحليب المكثف لما تحطوه حتكون لازم حارة، يعني أول ما نخرج الفرن نحط الشيرة أو الحليب المكثف أو الشوكليت، حلو؟ بس هحط اللي حتحطوه فوق وخلاص كده حتكون جاهزة. ما أوصف لكم طعمها وقد إيش قطنية. شوفوا كيف ما شاء الله، شايفين؟ قطنية. شوفوا انتم بنفسكم قد ايش قطنية يا جماعة، لازم تجربوها، خاصة حشوة الشوكولات من جوا مرة سائلة، وميكس الشوكولات مع الجبن الكريمي، يعني ما اوصف لكم كيف الطعم، كيف الميكس رهيب. حبيت الفكرة جدا، هعتمد خلية النحل بالشوكولات، مرة حبيتها، خاصة انها مرة قطنية محشية شوكولات. العجينة لما حطينا الكاكاو هذا أصلا مر، فلما حطيناه على العجينة أعطاها توازن في السكر، يعني العجينة مو حلوة مع حشوة، يعني ما فيها حلاوة، دائما أسويها فيها حلا، فهمتوا كيف؟ فحشوة الشوكولات مع الصوص خلاص تحسوا الحلا متوازن جدا جدا جدا. أنصحكم تجربوها وقوة كمان، أنا متأكدة حتعجبكم حتسووها على طول. خلية نحل غرقانة بالتشوكلت، شوفوا المنظر كيف، حرفيا عبارة عن لذاذة. وأحلى شيء العجينة يا جماعة عبارة عن قطنة، وكده أقدر أقول لكم حرفيا اتعدت مرحلة اللذاذة، لازم تجربوها وبالعافية. شوفوا قد إيش قطنية ما شاء الله، شوفوا المنظر، شوفوا كيف شكلها، هذه بحشوة الجبنة، شايفين المنظر كيف؟ قطنة يا جماعة، رهيبة. شوفوا كيف قطنية ما شاء الله، ومن جوا يا جماعة مليانة شوكليت. ما شوفوا المنظر كيف، شوفوا كيف قطنية، حقيقي المنظر لا يقاوم.
كيف شكلها غرقانة بالشوكولاتة؟ شوف المنظر، شوفوا شوفوا كيف انهيار الشوكولاتة، حاجة حقيقة. شوفوا قد ايش قطنية، شوفوا قد ايش قطنية، شوفوا الشوكولاتة حقيقة لا تقاوم. انا غرقت، غرقت في الشوكولاتة يا جماعة، غرقت.